الخونه هما اللي كيتحكموا في البلاد، الخونه يتحكمون في البلاد. كم نتوما اللي كيخلع شي واحد، ما حد كتشوف طبيب بحالي عسكري كيقول لك بوليزاريو من غدا نطحنهم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. كاع الناس كيعرفوا بلي ان اهلا سامزة، لان هذا الفيديو هذا ماشي هو هذاك مزور، ولكن علاش داكشي باش بغينا نعرفو. هذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا الدكتور صغير مراد، طبيب عسكري سابق بالقوات المسلحه الملكيه، يتكلم معكم من المستقبل باسكو نتوما مازالين ناعسين وحنا فقنا. ديما كنتلاقاو على مسائل ان تي بو سبيسيال ما فهمناهاش، بلاتي سمحوا لي غير ندير هاد اللعبه. دونك بغينا غير نفهموا واش واقع في بلادنا، شكون اللي كيضحك علينا، واش فهمتوا شكون اللي كيضحك علينا. دونك تلاقينا في واحد حصلنا يعني في هاد لا ديمونسيون في هاد البلاد اللي سميتها المغرب. حصلنا حصله خايبه، خدنا المغاربه حصلنا واحد الحصله خايبه بزاف، ولو يعني لومبيغويتي والحاجه القبيحه اللي واقع علينا هي طحنا في واحد البلاد عامره بالخونه، عندنا الاعداء بزاف. البلاصه الجيوغرافيه اللي طحنا فيها يعني غنيه بزاف، بون غنيه اونتر كيمي، ولكن ربي سلط علينا يعني اخطر واقبح واخنز، زيد هذه الجمله هذه، اعداء في التاريخ في العالم، هما فرنسا اسبانيا اوروبا. قلت لكم واحد النهار اوروبا بالنسبه للمغرب بحال التوبيركولوز، بحال مرض السل، واحد المرض لصق فينا. حنا التاريخ ديالنا ولا الناس اللي يعاودوا لينا ولا الناس اللي كنتلاقاو في العالم ولا يعني الكتب ديال التاريخ اللي كدوي على المغرب وعلى، ما عندنا حتى علاقه مع الثقافه اللي دابا دخلوا لينا بلادنا، كو سوا الثقافه كو سوا الدين كو سوا العاده التقاليد، تعلقه يعني بزاف د الحوايج كاين دابا في المغرب ما عندهم حتى علاقه ب التاريخ ديالنا، فهمتوا؟ وهذا الشيء كيبين بلي اننا يعني تمت محاربتنا من عند شياطين يا اخي، شياطين اخوتي المغاربه، شياطين. اليوم بغيتكم الله يجازيكم تجلسوا، اللي يقدر يجلس ويشد شي كريز القهوه اولا اتاي وخلينا نجلسوا ونهضروا ونتحدثوا في اللي واقع. انا بغيت نهضر مع اسر القوات المسلحه الملكيه، الاسر يعني الام الاب الزوجه الاولاد، اللي عندك اخويا ولا ولدي ولا بنتي عندك باك في الارمي جلس، الا عندك الا كنت محارب سابق متقاعد جلس، انت اللي غادي نهضروا معك، لان دابا حنا وصلنا قربنا للنهايه. يعني اللي غادي نقول لكم هي الشعوب، ملي كنقول الشعوب ما بقيناش كنقول الشعب المغربي، لان هذا الشيء يمس جميع دول شمال افريقيا. في الاول بدينا بالمغرب ودابا حسينا بان يعني كي 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 شي حاجه كتوجد لنا، باغيين يشعلوا ديك البلاصه هذه، ما بقاش عندهم شي حل اخر. دونك داك الشمال كله، شمال افريقيا كله، الدول ديال شمال افريقيا كلها غادي تشعل قريبا، الا ما عرفناش نجلسوا مع بعضياتنا ونوسعوا خاطرنا باش نفهموا شنو واقع في العالم. وديما كنقول انا للاخوان المناضلين في المغرب، ما تبقاش تشوف غير شنو واقع جراده، لا خويا لا ماشي جراده والريف وطنجه وكازا ودابا تلمسان الجزائر تونس، لا هذا الشيء كيمس العالم كله، تداعيات العالم كله كتنزل علينا. نجيكم غير من الاخر، راه درتها في لاباج ديالي،
اخيرا اخيرا فرنسا فرنسا العنصريه الارهابيه بالتاريخ ديالها بكل شيء بدات تتحرش بتركيا بدات تتحرش بتركيا درت لكم درت لكم في لاباج باش ما نبقاش يعني نضيعوا الوقت فرنسا تتحرش بتركيا علاش بزاف ديال المشاكل المشاكل العالقه بيناتهم وكاين واحد المشكل كبير هي ان تركيا ما بغاتش تحني راسها لفرنسا راك عارفين نتوما التركيين كي دايرين التركيين ما عندهم حتى علاقه مع المغرب التركي ماشي النوع اللي يخلي يشوف بنت ولا مرا كتضرب الشارع ويبقى جالس ما كايناش نجيكم غير من هذه وكمل مراسك حنا طحنونا وهذا لا يعني بان المغاربه يعني شمايت لا 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 لا, لا, لا. وجلس معايا الله يرضى عليك المغاربه رجال ولكن طحنونا واش كتفهموا الحرب التي مورست على المغرب حرب ليست ككل الحروب حرب نفسيه اجتماعيه دينيه ثقافيه روحيه اللي بغيتي يعني اي حاجه فيك ايها المغربي طحنوها فوالا فرنسا مولدة العقل وهادشي عرفوا الاستاذ المنجره ها ديما نهضروا عليه باسكو هو الاستاذ المنجره اللي قال فرنسا يعني كتعرف تلعب بالعقول هاد الجمله هادي كتجمع اللي واقع لنا في المغرب فهمتوا ونزيد من المغرب ونزيد من الجزائر ولكن المغرب اكثر المغرب اكثر ان احنا قرابين وحنا لصقوا لينا الخوانه بزاف وليداتي المغرب كله كله المغرب اللي شد المسؤوليه في المغرب كله خائن من الاخر بداها غير من واحد اللي في المدرسه ولا اللي شد الجامعه الكليه يعني العميد ولا سير السبيطار الديريكتور ديال السبيطار ولا الديريكتور ديال الكلينيك هادو هما الخوانه يعني غير ملي كنبداو بهادو كتعرف كل شيء سير بلا ما نهضر على الولايه بلا ما نهضر على القائد بلا 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 كنهضر لك غير كيفاش جمعوا وصوبوا علينا واحد العائلات يتوارثون الحكم وطحنوا كل شيء طحنوا يعني القيم حتى وصلنا لهذا الشيء اللي وصلنا ليه دابا ودابا هذا الشيء الخطير في الامر هي وصلنا لواحد الدرجه اين الملك محمد السادس نزيد نعاودها لكم هذه كنقول ان داك الحمير حاشاكم داك الارهابيين الخونه البلطجيه ديال الشباب الملكي وداك ولاد الحرام بحال عبد الريفي هذوك ولاد الحرام راه وصل الوقت اليوم اخوتنا المغاربه راه خصنا نشدوهم هذوك ما بقيناش نبقاو نطولوا في الدار وصلنا لواحد الوقت كنقول لخوتي العسكر كنقول للناس اللي فاهمين شنو كاين هاد الخونه يجب خصنا نشدوهم ونضربوا بهم المثل لان هادشي مشى بعيد دونك الملك محمد السادس ما كنشوفوش ما تصاور هنا كاع ما كنثقوا بهم الله يجازيكم بخير التصاور ما تبقاوش حنا كنشوفوا هوليوود شنو كدير بالتصاور دونك هذيك التصاور هنا صور هنا تصور هنا ما كنثقوش بها لان قلت لكم المشكل ديال 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 الارتجاف الاديني سيتادير الا قاس المخ يقدر الانسان هو معاك هو مسكين دايخ يعني يقدر يشدوه يحطوه في واحد البلاصه يصوروه ويدخلوه للسبيطار واش كتفهموا واش كنقول لكم انا كنهضر عليكم المسائل الطبيه اخوتنا المغاربه دخلوا للانترنت وقلبوا على هذا الارتجاف الاديني وقلبوا على المضاعفات ديالو يعني الانسان الا تصاب في المخ ديالو الله يستر راه ما كيقدرش يبقى يفكر وما يقدرش يبقى ياخذ يعني التقارير ويقدر يعني بحال هاد المسائل اللي خايبه ديال البوليزاريو ديال هادي ديال كاس العالم ديال الجراده ما يقدرش يفكر ما عندوش لان مريض دونك شنو غيدي يبغى يخدموا به الفرنسي سيبدا يخدموا به هادشي كيوقع غير ملي كيمرض رب الاسره كيبدا ولادو اجي سيني على الورط سيني على هادي واش فهمتوا حاولوا تفكروا الله يجازيكم بخير دونك الملك ديالنا طالما ما خرجش يهضر معانا هكا جالس معزز مكرم كيشرب الماء ولا جالس معزز مكرم في المغرب وكيقول لنا شنو كاين وكيهضر معانا حنا ما كنثقوا بوالو اخوتنا المغاربه ما كنثقوا بوالو حنا كنعرفوا بان الفرنسيس يحتقرون الانسان المغربي حنا تعشناه وهادشي خص تكون الثقه بيناتنا نحن كمغاربة يحتقروننا الفرنسيس كيتمشاو بهذا العالم ب يعني الفساد كيدخلوا شي بلاصه يفسدون اهلها سيتادير شدوا الفرنسيس ودي عرفنا غير في كيفاش كي يعني يختارون الناس اللي كيتحكموا في المغرب كيجيب شي واحد حاشاكم حمار ولكن كيكون عائله ديالو يعني من ابن عن جد الخوانه من ابن عن جد خدموا الفرنسيس وكيجيبوا شي واحد ما عنده حتى علاقه مع الطب كيحطوه وزير شي واحد حتى علاقه مع العدل كيحطوه عادل شي واحد حتى علاقه مع وزاره الداخليه سميتو بحال العميل ديالهم حصاد كيحطوه على وزاره الداخليه باش يدير لهم المصالح ديالهم ولكن الفلوس يعني الرشوه رشي هذا رشي هذا رشي هذا رشي هذا البلاد كلها كتولي مرتشيه حتى واحد ما كيبقى يدافع على الوطن هي هذه المغرب قول لي واش شي واحد كيهضر على البلاد ما كاين حتى واحد الملك صافي مسحوه الملك مره كيقول لك قال صيفط دار فعل هضر على على على, 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 على فلسطين دار هذه دار هذه فين دار ورينا نشوفوا ما تقول لي دار هذا راه خاويه ما بقيناش كنثقوا بهذا الشيء خدنا المغاربه ما بقيناش كنثقوا مع هذا خوتي العسكر وصلنا لواحد درجه الخيانه في المغرب غير مسبوقه خصكم تفهموا هذا واللي خطير في الامر هما انكم نتوما في فوهه البركان بحال اللي داروا لكم في تازما مرت غيديروا لكم دابا
وهنا غادي نبداو من الاول. شوف اخويا العسكري، شوف اخويا العسكري، وصلنا. شوف اي شي حاجه نديروها اكثر من هذه راه ما كايناش، صافي هذه يعني وصلنا للقمه. وهادشي وهادشي نتوما غادي تعرفوه كي تقطع اللايف. سمحوا لي هادشي راه ماشي من عندي، ديرنييرمون لا باج ديالي ما عرفتش، وصلوني جوج اندارات راه قربوا يشدوها، يعطى الله واد. داكشي باش قلت لكم ما بقيناش نقدروا نتسناو دابا، ما شحال هادي كنهضروا شويه بشويه النكات نضحكوا هذا، لا دابا مابقاش الضحك، دابا غادي هادو يعني طالمون يعني تايقين في راسهم بان المغاربه ما كيسواو ما كيصلحوا، حتى غادي كل مره كيزيدك، كل مره زيد هادي زيد طحن زيد طحن. ودابا خوتي العسكر راه نتوما اللي مستهدفين، قلنا الشعب المغربي كالمجتمع، ودابا كالارمي، والارمي كليتو العصام حتى زعما مرض. قلت لكم هذاك الانقلاب دار على القوات المسلحه الملكيه، ما دارش على الحسن الثاني، الحسن الثاني زي كولاتيرال، نتوما هما اللي تطحنتو. فرنسا باش تشد البلاد قالت نطحن الارمي، ومعروفه هذه دي باينه، وباش نعرفناهم بصح هي داروا ولادهم ولاد الخوانة على الارمي، هما اللي شدينا. القوات المسلحه الملكيه مخترقينها وزاره الداخليه، مخترقها البرلمان، مخترقينها السياسيين، مخترقينها البوليس، كلشي مخترق القوات المسلحه الملكيه. ولاد الشعب كيطحنوهم، ولادهم كيحطوهم هذا يشد هاد البوست، هذا يشد هنا، هذا يمشي للقصر، هما كياكسيو على القصر، ولادهم كاملين دخلوهم للقصر. يا اما كتلقى ولده يا اما في جدرميه، يا اما في البوليس، يا اما كتلقاه في لاكارد رويال، يعني باش ساكت صافي ما كاين والو، يعني شدوا كلشي وتبقى طحن طحن طحن. خوتي المغاربه، خوتي العسكر، خصكم تفهموا باننا حنا قبل ما نجيو هنا راه مشينا ادينا القسم في عام 2000، عيت ما نعاودها لكم هذه، مشينا ادينا القسم، القسم دخلنا القصر الملكي ديال الرباط، القصر الملكي يا صاحبي، القصر الملكي، وما دخلش مراد وحده، دخلنا 1000 1000 بعتي لا بروموسيون، فيها لا ميديسين، فيها فيها سميتو لا كارد رويال، فيها القوات المساعده، فيها الجدرميه، فيها كلشي، الهندسه فيها كلشي. دونك 1000 هاد البروموسيون 1000. البلاد اللي كتحتقر القوات المسلحه الملكيه ديالها شنو غتقول عليها؟ حنا قلنا لكم داخل القصر في الباب قال لك حني راسك، استادير تكرازا، استادير انت كلب، ما يمكنش. هنا تعرف بان الخوانه شادين هاد البلاد. دونك اخوتي اخوتي العسكر، هادشي اللي كيدار دابا ما تثيقش، هادي واحد الدوله تحتقر القوات المسلحه الملكيه ديالها، اذا ماشي دوله هادي، هادي دوله ماشي دوله. هنا كتبان بان هناك خيانه، وهذه الا ما فهمتوهاش راه ما عندناش كيفاش نفهموا لكم. الا انتم كتسناو مائده من السماء راه عمرها لا طاحت، واسمح لي الله يجازيك بخير. دونك فكر مع راساتك، هذا الوقت اللي غادي انتم غادي تبعدوا من العبوديه اللي انتم مستعدينكم فيها. انا كطبيب عسكري امام الله سبحانه وتعالى، وبما انني حلفت ندافع على الانسانيه، انا شاهد بان العسكر يستعبدونكم في الديور ديال لي زوفيسي. انا عشت بها هذه، عسكري مسكين داير له بحال الكلب حاشاك، وانا شفت هذه كيصبن كيجفف، هذه بلادي نقي الجلجلان نقي الاخرين. نقول لكم على الداخله، الداخله ملي كنت انا في الداخله الكاتريم اوبيتال ميليتير وسولوا عليا، كانت مرت الجنرال كانت عندها ما عرفتش 10 ديال العسكر في دارها، دايرين لهم اكثر من العيالات، ومعروفه هذيك مرت الجنرال ملي كدابز معها شي عسكري مسكين كيبات في الداخله كيصبح في بيركندوز، معروفه هذه. واش انا كنقول شي حاجه كنكذب؟ هادشي راه بصح. دونك كنبغي نقول لكم ردوا بالكم اخوتي العسكر، انتوما اللي في الفوهه، الخوانه هما اللي كيتحكموا في البلاد، الخوانه يتحكمون في البلاد. كنتم انتوما اللي كيخلع شي واحد، ما حد كتشوف طبيب بحالي عسكري كيقول لك بوليزاريو من غدا نطحنهم، لك بوليزاريو من غدا نطحنهم، خاف يعني غير ارتاح مع راساتك. المشكل ماشي البوليزاريو، المشكل شكون اللي اخترع البوليزاريو، شكون اللي صاوب البوليزاريو. وزاره الداخليه هي اللي صاوبت البوليزاريو اخوتي العسكر، الله يهديكم. هنا كنهضر مع المتقاعدين واللي كانوا متحاربين، محارب سابق في القوات المسلحه الملكيه، هاي هذه اللي جامعاني معكم باش كنقول لكم حنا ما اون روبري دو سيرفيس بحال اللي كيقولوا بالفرنساويه. حنا واخا خرجونا من الارمي بواحد الافكار ديالهم، ولكن باقين عسكر مغاربه. هذه اخوتي المغاربه راه ديالكم، هذه راه ديالكم تونيو ديالكم. نحن في ما مشينا شي بلاصه كنحاولوا نهزوكم للسما، لان هذه الخدمه ديال الميليتير وهذه ديالكم حتى هي. ولكن ولاد الحرام كاع ولاد الشعب جروا عليهم الارمي كيخليوا ولادهم. وهنا كنقول خوتنا العسكر، انتوما اللي خرجتو من الارمي لان ربي بغى شي حاجه، ربي دخلك الارمي وربي خرجك على شي حاجه، دونك ما تقدرش تعرف اللي عند سيدي ربي ما كيعرفو حتى واحد. انت خرجتي دابا، انت وليتي حر، انت حر وليتي حر باش توصل المعلومه. خوتنا اللي في العسكر حنا كنعرفوهم مشدودين في الحبس، هذيك القشلات راه معتقلات، انا كنعرفها هذه. ها الجدارمي شدك من هنا، ها السيكوريتي ميليتير شدك من هنا، ها البوليس على برا، ها الدي اس تي، العسكري مسكين داير غير يتحرك يطحنوه. هذه هي السياسه اللي كتزيد تبين بان القوات المسلحه الملكيه اللي شادينها خوانه وليسوا مغاربه، وهاد الخوانه خدامين الفرنسيس والاسبان. هذه بالطبع
اخوتنا المغاربه واخوت اخوتي العسكر ما عندوش اللي يحيد لك يحيد لنا شي واحد وانتم عارفينها. دونك هذه المعلومات هذه خصها توصل لخوتنا العسكر اللي كاين اللي كاينين دابا مساكن في الحدود ما عارف والو ومشدود ما كاين لا معلومه لا والو غادي يقولوا زيد زيد غيزيد اور نهضروا على الحرب نهضروا على الحرب اللي وقعت مع 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 البوليزاريو شحال هذه انا شاهد داك الوقت اللي وقعت الحرب مع البوليزاريو كنت انا مازال صغير دخلنا كاع لارمي ولكن كطبيب علاش الطبيب كيطحنوه في العالم سيرتو في العالم العربي وقيل سيرتو في المغرب وسيرتو في لارمي ديالنا كيطحنوا لو ميدسان ميليتير علاش لان الطبيب الا كان مزيان كيكون قريب للقلوب عباد الله حنا ما احنا هكا ملي كيجي عندنا المساكن العسكر كيفتح لك قلبه وداك الشيء اللي بغينا كنسمع العسكري كنضحكوا هذا كيخرج فرحان هذه معروفه هذه وسولوا عليا يعني قبل ودابا وتمع تمع حياتنا كامله العالم اللي ربي فتح لنا العالم لان حنا درنا الطب من قلبنا ماشي درنا باش نوصلوا شي هدف من قلبنا باش نخدموا الانسان ونخدموا بلادنا صافي هذه هي علاش دخلنا الطب تلقينا راسنا في واحد الدوامه يا خويا بحال الا عاقبونا علاش دخلنا الميليتير وهذه غنرجعوا ليها من بعد هناك معاقبه اللي كيدخلوا القوات المسلحه الملكيه شكون اللي كيعاقبنا دول الاستعمار علاش لان علاش اخويا دخلتي لارمي هضر معايا انت هضر انت دخلتي لارمي لانك تبغي بلادك كتبغي بلادك داك داخل ديك اللعبه كتقول لي كانت شي حرب رانا الاول ولاد بنبن ولاد بناني ولاد طريشه ولاد تاديلي وداك ولاد الحرام داك ولاد ولاد ديمو علاش كيدخلوا لارمي باش يستافدوا من لارمي باش يستافدوا الفلوس يدخل دغيا كيدخل ولدو الجدرميه كيعطيوها الدار الطوموبيل يعني ماشي داخل باش يدافع على الوطن حتى علاقه دونك انت اللي داخل باش تخدم على بلادك وباش تدافع على بلادك كيطحنوك هي اللي وقع لينا ولدي ومازال انا راه الحمد لله انا شفت انا شاهد انا كنشهد لكم خونا الرياضي كهضر لكم على السرحان كهضر على الخميسي كهضر على ناديه عماروش كهضر انا شفت الناس اطباء عسكريين ولاد الشعب اخوتي المغاربه طحنوهم 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 علاش لان ولد الشعب واقف وراجل ما كيبغيش داكشي كيبغي غير الكلاب بحال بوعالي بحال 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 برتول بحال الكوارطي بحال بحال داك الكلاب اللي داير بهم ديمو بحال هذا النوع هادو كيبغيوهم تما اما الرجال ما كيبغيوهمش هذا راه يطحنك ولا يفرعك بحال اللي داروا سرحان طحنوه دونك اخوتي العسكر كنعطيكم سميات لان في الارمي حتى حاجه ما كتخبع غير كنبغي نقول لكم الظرف اللي كندوزو منه فرنسا هي اللي كتحكم في القوات المسلحه الملكيه فرنسا هي اللي كتحكم في المغرب لا كرياتيفيتي اللي عندهم ولاد الحرام اكسترودينير سي ان بوبل سي سي ان ايتا خلاص من غير انه مودي مي يخطو سمحوا لي على هذا الهضره يعني طحنا فيهم ولاد الحرام كنطلبوا غير السلاكين يبعدوا منا حنا ماشي ديك اللعبه عمري ما نجي نقول لكم النوض الفرنسا داير قتل لا 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 يخطفوا ستقتل فرنسا ونقتل من عند سيدي ربي باين بعدوا منا حنا اون فو بلو دو لا فرونشينو ما بغيناش مي سيرتو مشينا للعالم وكنشوفوا بنادم كي داير اخويا الناس عايشه اخوتي العسكر الناس عايشه والارمي كل في كل بلاصه في لي ميليتير محترمين كل بلاصه الا المغرب طحني لنا ولاد الحرام علاش علاش هنا تعرف بلي ان ما باغينش العسكري يفكر هنا تعرفنا ملي مشينا لفرنسا سيتادير فرنسا العدو ديالها هي تبقى تفكر انت كيقول لا ما خصوش يفكر طحن 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 الا ما لقاش كيفاش دير لك تشريك هاك الفلوس غير تسكت غير تسكت وباش كتشري يا اما بالفلوس يا اما بالناسيوناليتي كتجي هاك الناسيوناليتي كتولي انت ما كتبقاش عارف راسك واش فرنساوي واش مغربي واش انا مسلم واش كريتيان واش يهودي كيلعب لك بعقلك العقل مفرقع هي اللي وقع لينا في المغرب اخوتي المغاربه الله يهديكم وصلنا لواحد الدرجه خصنا نفيقوا كاملين انا بلو لو شوا لان هادشي شفتو فرنسا شاعله شاعله فرنسا هاجت تعرفوا اخوتي العسكر وهادشي غتشوفوا بالانترنت نتوما اللي بعاد تقدر تعرفوه فرنسا في ازمه ماليه خانقه خانقه الله سبحانه وتعالى اقتصاديا اجتماعيا اللي بغيتي وحتى داك لا نوفيل جينيراسيون هاد الشباب ديال الفرنسيين اللي طالعين هادو حتى هما طلع لهم في هادشي كيقول لك انا باغي نعيش انا ماشي شغلي دونك هناك ثوره جايه من فرنسا ماشي انا الاول قلتها قالوها بزاف دونك فرنسا انا هادشي شفتو انا شاهدتو انا شفت الفرنساوي كيسعى دونك الفرنساوي كيسعى كيقول او انا واحد الوقت حسيت وهادي اخوتنا المغاربه كنقسم معاكم هاد المعلومه هادي حسيت بانني حسن الفرنساوي فرنسا وتصور وراكم نتوما شتوني راه شي حوايج درتها لكم هنا غير باش نقتل لهم العروق راه ما عرفوش فهمتوا هادشي ولا لا الطياره هذا الاكواريوم المهم راك عارف الفرنساوي ما بقاش كينعس كيقول او مغربي حسن مني اش واقع فهمتوا دونك فرنسيس ما يبغيوش يشوفونا مرتاحين فرنسيس خصو يكحطك وفرنساوي خصو ما تشوفش الفرنساوي ما كيحملش تنوض تقول له مثلا انا باغي نكون احسن فرنسا في الطب مثلا وهادشي راه هضرنا فيه كنقول لك حنا الا شدينا لا ميدسين في المغرب اخوتي المغاربه ما تقولش موتوا لا نتوما لا ولادكم الا شدينا الطب في المغرب والله لا بقيتوا تموتوا هذيك استغفر الله كنهضر معكم بصح يعني غنجيبوا لي مويان غنجبدوا الفلوس ليكسبيريونس عندنا الاصدقاء اللي غيعاونونا في الطب لقيناهم مسلمين اندونيسيا ماليزيا سنغافور وما ادراك ما سنغافور الناس اللي باغين الهند حتى الهند نمشيو ليها ليكسبيريونس ديالها نمشيو للصين اش درنا حنا شي فرنسا شدينا من اوروبا كاع
اوروبا عندهم واحد السياسه خوتنا المغاربه شيطانيه اللي كيبغي كيبغي يجيبك عنده باش تشوفه مزيان ويقتل لك العروق. اي واحد سيرتو من الناس اللي مشاو لاوروبا انا فرحان وديما كنقول لكم الحراقه اللي مشيتو لاوروبا ربي اختاركم لان هزكم من المغرب وحطكم تما اللي غراضين ما غيعرفوا غير الله سبحانه وتعالى باش تشوفوا نتوما شتو الناس كيعيشوا شتو الناس مرتاحين ولكن في نفس الوقت ما بغيتش انت تكون بحال هكا لا بروف بلجيكا اسبانيا فرنسا غيجمعوكم يلوحوكم في المغرب ما كاين لا حقوق الانسان لا والو كان كانت حقوق الانسان وهي واجيو هنا ونعاونوا لا يسون فوت هما شنو باغين باغي تبقى سوفاج باغين يبقاو يشوفوا البناء المغاربه ارهابيين باغي يشوفوا المغاربه كيسعاو في السبيطارات وكيموتوا وكينوض فيهم الدود باغي يشوفوا جراده باغي يشوفوا جرادين كيهودوا البير باغي يشوفوا الريف يحمق بسطي هو اسبانيولي هو مغربي هو والو شعل العافيه والغوات وبنادم كيموت في كيموت بالكونسير لا سبيطار لا والو ويجي لك الاسباني يصاوب لك الوراق الريفي وما يبني لك سبيطار في الريف دابا نتوما كتظنوا كانت اسبانيا باغي تبني سبيطار في الريف ما ديرهاش وفكرها الريف يفكر بارك من ديك القباحه وديك تخرج العينين وانا وانت تزبت افيق معنا الله يهديك فيق معنا نتوما اللي كاسين اسبانيا راك نتوما تخونون عبد الكريم الخطابي وغاتجيك بشي شكل راه بصح ديك اللعبه ديال اجي نصاوب لك الوراق كلها خيانه هذه انت كتظن فعلا بان المغرب هو اللي فتح الحدود ديالو باش تمشي اسبانيا واش كتهضر بنيتك واش كتفكر زعما اسبانيا هانيه المغرب فتح الحدود اجيو اسبانيا تجيبك وتصوب لك الوراق وكنقول لك شنو غادي يوقع دابا 5 سنين الا ما كانت عام عامين غيقول لك هاك السلاح سير حرر الريف وعقل باش تنوض القتيله وهادشي اللي باغين وهادشي اللي وصلنا ليه دابا هناك يعني ازمه انا كنهضر معاك حيت حنا كنا روافه راه ما تهضرش على راسك وحيت والديك عزازين عليا اكثر منك انت حتى مازال ملي كان الريف كيخرجوا الناس كيهضروا ما كنتش كنشوف في الشباب في الرجال كنت كنشوف العيالات والبنات والناس كيفاش كيهضروا هذوك اللي كنخاف عليهم انت غير راح تنقز انت ما نخافش عليك ولكن والديكم انت كتمشي للريف وتقول لي النوض نشعلوا اش غتشعل فكر مع راسك الله يهديك قلت لك ايها المغاربه خوتنا العسكر كاين ازمه اجتماعيه وازمه ماليه في فرنسا ازمه خانقه الحل ديالهم الواحد هي يشعلوا الحرب مشاو لتركيا جبروا تركيا مشات بعيد دابا اردوغان ناض يمزق عليهم بصقه وحده من تما وقيله غيطحنهم دونك شنو قالت بقاو لي جوج بغال الجزائر والمغرب والسلاح هكا 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 وشعل البوليزاريو ونبداو هذه هي السياسه ديال فرنسا اللي غادي يعاونوها الخونه اللي كاينين في المغرب والجزائر وعقلوا على هذه الهضره هادشي اخوتنا المغاربه شويه صعيب الانسان يفهمو ولكن ما بقاش عندنا الوقت باش نعاودو النكات صافي دابا كلشي عندكم في الانترنت كلشي كتشوفو خوتي العسكر كنخاف عليكم علاش كنخاف عليكم ما كملتلكمش الهضره ملي كنت في المستشفى العسكري في كاتريام اوبيتال جا عندي واحد العسكري متقاعد اخويا انا ما عرفتش انا علاش الناس كيعاودوا لي المشاكل ديالهم كيرتاو لي طلع هو هذا المهم كيجلس كنضحكوا هذا ماشي داك الطب ديال اجي تعرى هاك سير الدواء لا 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 انا ديما كنشوف الجانب النفسي ديال العسكري مسكين الجانب النفسي هو المهم عندنا دونك يهضر جاي مسكين لا بوزيسيون غادي جلس واخا نضحكوا دونك بقى كيهضر معايا هذا متقاعد قال لي يا وليدي غنعاود لك واحد الهضره راه صعيبه ولكن راه بصح قال لي في وقت الصحراء راه كاين قشالي تباعوا البوليزاريو اكثر من هذه الهضره خوتنا العسكر واش دابا انا جبتها من راسي هذه الهضره دخلني عليكم بالله انا هادشي كاع ما حضرت له انا شنو تقال لي هادي خيانه ماشي عظمى هادي شي خيانه ما عرفنا هي هادي دونك قشالي ديال العسكر تباعوا البوليزاريو سحب لك ما يديروهاش دابا خوتنا المغاربه خوتنا العسكر فكر لي مع راسك الله يرحم باك خويا العسكري عرفت شنو وقع لك انت ملي غادي تمشي الا انا كنقول بعدا غتكون هاد الحرب لان ما كاينش حل من غير الا فريمون المغاربه حتى هما السيفيل عاقوا وفاقوا ونساليو هاد الحريره من غدا يعني ندخلوا البرلمان ونساليو هاد الحريره من غدا ما عاقوش هذا شنو غادي يوقع غادي يمشيو لهاد الحرب شنو غادي يوقع العدو البوليزيرو راه هو باين العدو اللي خطير هو اللي عندك اللور ديالك جدارمي البوليسي المخابرات هادو هما الخطر لان انت كدافع من نيتك هو كيهندس لك غير غيشوف شي واحد يقول لك دفع هاد 100 هاد 500 شدهم بوليزاريو بيعوا شري هنا شحال نبيعوا هذا فين ما يمكنش اخويا العسكري انت تمشي تدافع على الوطن عامر بالخونه غير الا فكرتي في هادي بارك عليك صافي غير هادي وهادي كيجي غير الا دخلتي الفيسبوك غادي تشوف هاد يعني واحد ما نقولوا حرب الاعلام نقولوا غير الكذوب ديال الفيديوهات اللي كيطلقوا الفيديوهات اللي ما عندهم حتى علاقه مع المغرب وكيقول لك ديال المغرب ملي غتهضر معاه يقول لك هي واش نخلعوا البوليزاريو علاش نخلعوا البوليزاريو يا كتقولوا كنشريوا الفلوس ديال السلاح حنا معمرين المغرب كله سلاح فين هو هذا السلاح كاع العالم كله كيجيب السلاح وكيدير ديفيلي باش الشعب يشوف حنا بغينا نشوفوا الديفيلي ديال السلاح اللي شريتوه فين هو
كل شيء كذوب، الفلوس كلهم طيرتهم وطحنتهم توما في فرنسا، ما كاين لا سلاح لا والو، حتى حنا كنعرفوه. الله يهديك، كتضحكوا علينا. انت العسكري كتقتلو وكتشري السلاح، اش كتخور؟ شكون اللي غادي يخدم هذا السلاح هذا؟ اش كتضحكوا علينا ولا واش كتضحكوا علينا؟ كتضحكوا على راسكم خوتي العسكر. انا كنهضر مع الناس اللي دابا متقاعدين وخارجين من لارمي وكيوصلوا للمعلومه، هما اللي يقدروا يفهموا هذا الشيء. اما العسكري مسكين قلت لك لا بوزيسيون راه ما عارف والو، راه غير يقولوا له زيد غيزيد، ولكن مساكن راه غادي يلحقوه من المجهول. لان المشكل كنقول لك ماشي البوليزار، البوليزاريو بوليزاريو ساهلين ساهلين، هذوك الواحد يطحنهم في نهار واحد، يعني ما مغاربه راه ما يعرفوهم غير سيدي ابني، هذه ما ندخلوش في هذا الشيء. انا كنهضر على اللي غادي يوقع، لان ماشي من مصلحه فرنسا ولا الداخليه خدام دوله المغرب يتسالى المشكل البوليزاريو، وانت كتعرفوه. لان شحال هذه في حرب الرمال، انا غير سمعت قالوا لي، قال لك الناس اللي كانوا لي زوفيسي صحاح كانوا داخلين غادي يطحنوا كل شيء، شي واحد عيط لهم قالوا لا غير رجعوا صافي من ناقص. انا تفهم، انا تفهم. ثانيا نزيد الحضرامي، الحضرامي اخوتي العسكر شكون هو؟ تعقلوا على هذا الحضرامي؟ الحضرامي كان واحد جلاد البوليزارو كان كيقتل العسكر المغاربه، جابوه خدام الدوله وردوه والي في طنج في المغرب. واكثر من هذه الخيانه هذه، الولاد ديال المغرب كلهم بوليزاريو، الا ما تلقى عنده شي خوانه ولا الحرام كيهرسوا في المغرب، شوف غير المعامله ديالهم. دوك اخويا العسكري لمن غادي نمشي؟ فين غادي تمشي؟ فين؟ هادوك ساهلين قلت لك ساهلين، العدو ديالنا هما اللي كاينين في الرباط. اللي غتمشي للبوليزار بحال كتقول لي اسرائيل الهضره خاويه، لا لا لا، الصهاينه والعدو راهم في الرباط ولاد الحرام البرلمانيين وخدام الدوله. انا تبعوني اخوتي العسكر، غير عطيكم سلاح جمع ورجع، خليو تما واحد شويه ورجعنا هاد الكلاب اللي في الرباط ونطحنوا دين امهم، راه ما كاينش شي حل اخر. اخوتي العسكر راه اللي غادي يوقع لكم، انا هادشي اللي تسالوني كنقول لكم اللي شفت، واللي شفت درنا العالم كله وشفنا السياسه كيفاش كتمشى وشفنا العالم كله كيحترم الارمي كيحترم القوات المسلحه الملكيه يا عباد الله. العكس في المغرب ولاد الحرام كيطحنوكم، ماشي معقول. وعينا من غوت اخويا، عينا من غوت، ما تلقاش تلومونا ولا تقولوا لنا نديروا ما نديروا، حنا مشينا بعاد. الملك ديالنا اللي ما باينش هذه اكبر خيانه. فين هو الملك يا عباد الله؟ فين هو؟ تصور هذه الهضره خاويه، بلاد شكون اللي كيمشيها؟ شكون اللي غيتحكم؟ شكون اللي غيعطيك لورد تمشي الدار مع البوليزاريو؟ ما يعطيوها لك الديوان الملكي بعد الخوانه؟ لا، ما كاينش من هذا الشيء. كيقطع خوتي العسكر. انا كنطلب منكم جوج الحوايج، كنهضر دابا مع بلاتي مقيده هنا باش ما ننساهاش. القبض، انا كنهضر دابا باش ما نطولوش لان هادشي بدا كيقطع راكم عارفين، الى الاسر، الاسر ديال الجنود. اسمع، اش اولدي ابنتي شريفه الوالده، ولدك في القشله في الحبس، ولدك مختطف بحال المختطف، كنقولها لك طبيب عسكري 19 عام اللي كنشوف، حتى حنا كنا مختطفين، كلشي مختطف، دايرين واحد الخوانه، دايرين واحد استراتيجي، كاع ولاد الناس ولاد الشعب اللي كيموتوا على الملك وكي هذا كيشدوهم كيشدوا عليهم، كيبقى الرا الشاشه. دونك اخويا شنو الخدمه ديالك؟ حتى حاجه، سول على باك فين هو دابا فين هو الوالد؟ قال لك لاليرت ما لاليرت متفقين، ولكن تليفونات يمكن فين هو الوالد؟ قالوا الوالد كي داير؟ بخير مزيان، واكل مزيان، شرب مزيان، الا كان شي حاجه اتصل بينا. الوالده سول على ولدك، الزوجه سول على ولدك، على راجلك، الاب الابن سول على باك. راه الناس مختطفين، اللي كيتحكموا في القوات المسلحه الملكيه خوانه للشعب المغربي. نزيد ناكد لكم، اللي كيتحكموا في القوات المسلحه الملكيه هم عملاء للدول استعمار فرنسا. فرنسا في مأزق، فرنسا ما عندها حتى شي حل من غير تشعل حرب في شمال افريقيا. الا عرفتوا هذه راكم عرفتوها خوتي العسكر، سيرتو لي على برا، لقاو شي حل. انا كنعرفكم دابا، نتوما هما الوطن، نتوما هما الوطن، خوتنا العسكر نتوما هما الوطن. يجب القاء القبض على الخوانه والعملاء. بداو بداك ما يسمى ديك ولاد الحرام، ديك عبد الريفي، داك الكلب واللي معاه، باسكو هذاك غير بوحدو واللي معاه، هذوك كاملين شدوهم. المخابرات كيقطع. خوتنا المغاربه، الارمي ها هما الشباب المغاربه المناضلين، الا فهمتوا شنو واقع راه حنا غادي بينا جهنم. فيقوا، الخوانه بزاف، يجب ضرب المثل، شي خائن شدوا الخوانه. كنقول لك لقاو شي حل، اوموا يبداو يخافوا ولاد الحرام، لان دابا مشاو بعاد، بنادم غير كيهرنط وغادي بينا جهنم، وما كاينش الفران، وما كاينش اللي دافع على المغرب، ما كاينش اللي دافع على المغرب. راه كتشوفوا المغرب شكون اللي كيتحكم فيه؟ فرنسا دابا. واش ترضاوها هذه؟ ايوا هادشي اللي كاين. دافعوا على بلادكم اخوتنا المغاربه، دافعوا على بلادكم ودافعوا على رؤوسكم وعلى المستقبل ديالكم. راه ديما كنهضروا مع الشباب، الشباب لا مستقبل لكم في هذه البلاد هذه طالما كاين هذا السيستم، لا مستقبل لكم. البلاد بغاو يردوها حاشاكم طواليط، وراه ردوها، انتم كتشوفوا هذا الشيء. راه حيدوا حتى الرجوله من الانسان المغربي، لان الحرب التي مورست علينا حرب نفسيه ماشي حرب عاديه. راه كتشوفوا بنادم كيموت بالطروفه، واش فهمتوا؟ دونك شدوا هاد الارهابيين ولاد الحرام ديال الشباب الملكي، هاد
البلطاجيه هاد الكلام. الشعب الملكي فين هو؟ هضروا على الملك يا ولاد الحرام، فين هذاك عاش الملك ديالكم؟ حتى واحد باش عرفكم يا ولاد الحرام مصاوبينكم غير المخابرات والبوليس والداخليه وداك. خوتي العسكر، هذا واحد الفرصه غير يعطيكم سلاح، النص يبقى تما والنص يرجع للبرلمان في الرباط يتكى على هاد ولاد الحرام كاملين، راه ما كاينش شي حل اخر. راه كنقول لكم وهذا هما اللي تسالوني الخوت. حرب على بوزان وخمس شان حبس. واحد الحاجه غير كنسول الناس اللي كيفهموا، خوتي المغاربه حنا باغيين نديروا حرب على البوليزاريو ياك، انت باغي دير حرب على البوليزاريو، وعلاش كتدخل علاش كتدخل الريفيين للحبس؟ دخلتي الجراديين للحبس، المثقفين بحال المهداوي غتدخلوا دابا كاين وقت عليه الحرب على البوليزاريو. المهداوي قلت لك اخوتي المغاربه باغيين يديروا حرب على الجزائر ودخلوا النص الشعب المغربي الرجال للحبس. عندكم شي باغي يديروا حرب على البوليزاريو وداخلين النص ديال المغاربه في الحبس؟ واش عندكم كتفكروا جاتكم عاديه هذه؟ المسكين الحموده البارح مدخلينه للحبس، علاش السيد كيطلب الخدمه؟ جاتكم عاديه هذه؟ كي غتحارب انت البوليزاريو والمغاربه كلهم ولا الرجال في الحبس غتحاربهم بهذه؟ وشوف شوف اخوتي المغاربه واخوتي العسكر، غير الا نسيتوا هادشي خصكم تفهموا بان الملك مختطف والخوانه هما اللي كيحكموا. ها الخوانه شنو دايرين في المغرب؟ ها انت ها الخوانه كيفاش ردوا المغرب؟ بلاتي ها هما اللي باغيين في المغرب. ها ودابا تفضحوا، لان حنا بغينا هادو يمشيو يحاربوا، هادو بغيناهم يمشيو يحاربوا البوليزاريو. اخوتي العسكر ما تنساوش شنو واقع. ها انت هادشي، هادو هما اللي خصهم يمشيو يحاربوا البوليزاريو. دابا اللي خصو يمشي يحارب البوليزاريو، وانا كطبيب عسكري خص اللي يمشي يحارب البوليزاريو بناني هذاك الحمار ذاك الفورمه ديال البوطه اللي كاين في طنجه في الناعيم، خص يمشي للحرب. طريشه يلا طريشه هز ذاك القد ديالك ومشي تحارب، خص يمشي للحرب، خص يمشي التاديلي، خص يمشي ديمو، خص يمشي ذاك الكلاب كاملين اللي دخلوا بيستوني. الرجال خرجتوهم وخليتو الشمايتو، شكون غتصيفطو؟ شكون الاطباء اللي غيمشيو تاهم؟ غتصيفطو ولاد الشعب؟ وطريشه جالس في الرباط وبناني يا 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 لا 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 حباس المرقى، احباس اخويا العسكري وفكر ليا مزيان شنو واقع في البلاد. ها هما المغرب، ها المغرب كيبغيو يردوها انت، دونك ما يبقاوش يضحكوا علينا. ها دونك ردوا بالكم اخوتي المغاربه من الخيانه اللي كاينه، كاينه خيانه كبيره. اخوتي العسكر انتم الامل والشباب المغاربه اللي فاهمين واللي عارفين شنو كاين، من غير هادشي راه ما كاين والو. راه كنزيد نعاود لكم خوتي العسكر، ملي غيديوكم راه بحال اللي غادي يلوحوكم يعني ان بياج ولاد الحرام، ان بياج. راك شوف ديك المخيم ايديم ازديك، العسكر كيدبحوا والجدرمي كيصور من الفوق. اش من رونفور كتسناو من هاد الناس؟ يعني انت غتموت والجدرمي غير غيصورك لسافت الدوزيام والامم المتحده والبيع والشراء. هذا هو بلادنا، راه ما عندناش بلاد. احنا كنزيد ناكد لك اللي قالوا الرجال بحال المهداوي والاخرين، بلادنا ماشي بلاد، بلادنا طواليت دايرينها ولاد الحرام الخوانه اللي كيحكموا في المغرب دايرينها الاوروبيين. صافي الرار الشاشه والسرقه ديال 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 الخيرات ديالنا وطحن مو فرع مو، هذه هي بلادنا. دونك فيقوا اخوتي العسكر، الشباب راه ما كاينش، راه ما تسناش شي مائده من السماء، ما فك جلدك مثل 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 ظفرك، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هذه، ما كاين والو. هادشي اللي كاين، ما لقيتش شي حاجه اخرى من نزيد في هذا اللايف هذا. بحال اللي قلت لكم ما عندها حتى معنى، انت باغي دير حرب مع البوليزاريو كتدخل المغاربه للحبس. هادو المسائل اللي حنا عندنا بالنسبه لهم لي سيني اللي كنشوفوا كاين شي حاجه. واحد الحاجه بغيت نضيف، الله يجازيكم بخير، المغاربه وبغيت نهضر مع الاطباء الجزائريين والاطباء المغاربه ولاد الشعب والاطباء التونسيين والاطباء الموريتانيين ولاد الشعب، باسكو واحد الحاجه خصنا نتفاهموا فيها، الله يرحمكم الوالدين، سي تري امبورطون. بلاتي لان هذه الحرب اللي مديوره، واحد الحاجه مهمه ايها الاطباء الجزائريين والمغاربه والتونسيين، لان فرنسا والدول المستعمره الارهابيه العنصريه دايره علينا حرب يعني ديال الذكاء. شكون مطور اكثر من الاخر؟ خويا الجزائري، خويا الطبيب الجزائري. انا كنشوف اش كيوقع دابا عند الاطباء، باش كنقول لكم نفس المؤامره على اللي كاينه في المغرب. نفس انا ديما كنفكر بواحد الحاجه خويا الجزائري، وديما كنشوفها بحال هكا. مثلا كاين واحد الانسان خير معايا، هذا سميتو محمد جزائري، كيفيق مع الصباح مع 12 ديال الصباح. جزائري ما خدام ما ردام، ما عنده 30 عام، ما خدام ما ردام ما مجوج، المورال زيرو، كيفيق مع 12 ديال الصباح كيقول الوالده ديالو عطيني 10 دراهم، مصدق كل الام الجزائريه كتسمع والام المغربيه والامهات ديال شمال افريقيا، كيقول الام ديالو عطيني 10 دراهم، كيدخل لواحد السيبر كيبقى يعاير في المغرب. كتدخلكم في راسكم هذه نفس الحاله
واحد المغربي سميته محمد في طنجة ولا في كازا كيفيق مع 12 ديال النهار 30 عام ما خدام ما ردا ما مجوج ما حياة عادية الأم ديالو كتعطيه الفلوس باش يشري الكارو كيمشي للسيبر يبيعها في الجزائر واش كتدخلكم في هذه فراسكم هذه هنا باش كنقولوا بلي ان حنا مفعول بنا ايها الاطباء الجزائريين بصافي فين وصلنا دابا حنا ماشي مطالبون باش نداويو انكور جسد حنا مطالبون نداويو شعب الخوت ايها الاطباء الجزائريين التونسيين الليبيين كاملين نحن مطالبون بتطبيب شعب شعوب باكملها لان الفرنسيس والعملاء ديالهم طحنوا الشعوب دونك هذه اول حاجه كتبين بان هناك مؤامره علينا وحنا كنعرفوا بان الفرنسيس